Jordan, Aissa Bassam. حسين حراش من لبنان. عم تشوف هون اكيد اللاعب الاردني عصام بسام على الحلبة، بس اكيد حسين رح يدخل هلا الى الاجواء، اجواء البلاتيا. هيدا هو حسين حراش، مذكر هالمباراة لوزن تحت ال 77 كيلوغرام. اكيد عمليه دخوله للكيج تكون مميزه شوي للاعب حسين حراش. عم نشوف وزن وعم نشوف عضل. تنشوف حركات بطيئه شوي رح تكون ابطا من الفايتس اللي مزبوط. اذا بتشوف لو كيك كثير حلوه. شوف عم نشوف تيك داون من اللاعب الاردني عيسى. رجع وقف حسين وما خلى ياخذ التيك داون. حسين حراش من طرابلس جاي. ايوه عم نشوف الكوتش تبعه كمان عم بيحكي معه عم بيقول له شو يعمل. عم نشوف عيسى عم يعمل له كنترول على الكيج. ما في شيء هون بتذكر يعني له ظهره. اكيد هون اللاعبين بنفس الشورت نفس التونيو، بس اللاعب مشقر شعراته هو
هون عم نشوف اللاعب اللبناني حسين بمحل كتير صعب لانه اخذ له ظهره عيسى. تنشوف شو بده يصير اذا رح يقدر ياخذ له رقبته. اذا قدر اخذ له رقبته بيخلص الفايت, بيخلص الفايت من اول راوند. تعليقات على العالم الشباب اكيد الجهاز الفني طلع عليه فول ماونت وهلا صار حسين بوضع حرج, بوضع كثير حرج هون. اذا قدر بعد عنه اللاعب الاردني بيعطوه تعليمات يعمل لوك لاجره اليمين للاعب الاردني. نشوف اذا بيقدر هون حسين يعمل هالشيء. انا وضع لا يحصد عليه هاللاعب اللبناني بعرف قلبه نجح. عم نشوف هون انه الفايترز اثنين كثير عم بيتعبوا على الارض لانه عم بيشدوا كثير من الميلتين. هون يعمل ما بعتقد في شيء هون رح يطلع منه بالعكس. طلع منه رجع يقوم عليه هلا وش بس بعد بوكسين. ثلاث ثواني على وجهه للاعب اللبناني ونهيت نهيت الراوند 1. يعني هون شوف الراحه الرياضيه هون مثل ما حسيت انا الافضليه للاعب الاردني فرجة اداء شوي احلى من اللاعب اللبناني. تنشوف ثاني راوند شو بده يصير. مذكر الجاي من طرابلس كمان هناك الرياضة عم تلاقي اهتمام وشعبية كبيرة. طرابلس أكيد عاصمة الشمال تبرز كتير كمان على الساحة الرياضية بالفترة الأخيرة مش بس بهالنوع من الرياضات. كمان حذر مع بداية الراوند 2 سيلفيو هون بين اللاعبين في حذر بعد بلشوا خافوا من بعضهم تاني راوند بطلوا عم بيهاجموا على بعضهم درسوا بعضهم اثنيناتهم حسوا انه اثنيناتهم قوي على الواقف اثنيناتهم قوي على الارض عم بيتحدوا حالهم هلا. في روح رياضيه على كل حال عم نشوفها على الحلبه بين الاثنين ما فيها الحساسيات الكبيره قدر يتخلص منها هون هاللكمه كانت كثير قويه. اوه نزل اجي نزل اجي خسر 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 ليه نزل اجي وخسر واستسلم استسلم سريعا هون حسين استسلم سريعا حسين. يعني ما انا برايي ما كان لازم يستسلم لانه كان بعد عنده حظ يربح بس كان لك مأزية كثير على طلوع استسلم اللاعب اللبناني والف مبروك للاعب الاردني. بسام الف مبروك للاعب الاردني اذا اللي فاز على حسين حراش بوزن تحت 77 كيلو جرام بعد في مباراه اخيره وروح رياضيه كبيره كمان هون بين البطلين البطل الاردني والبطل اللبناني. برافو وزن عالي رح نشوفه على الكيج هلا بعد شوي. عماد صديقك سيلفيو عماد صديقي وخي لإلي وبارتنر بالتمرين زلمة عم بيتمرن صار له 5-6 سنين كل يوم كل يوم كل يوم زلمة بيستاهل يربح الفايت لعب ببطولة العالم على العالم اللبناني بالمرتبة الثالثة ببطولة العالم كان أداء كثير حلو لعبه إن شاء الله اليوم يقدر يفرجينا إنه رح يقدر يتغلب على المصري. هون عم نشوف الناك أوت وكيف استسلم اللاعب اللبناني حسين وكيف ربح عيسى
على حسين اكيد كان كثير مبسوط. ابراهيم